دور الزيتونة والزيتونيين في مسيرة الاستقلال ابقى نقطة غير واضحة في تاريخ تونس، هو اللي خلى جمعية قدماء الزيتونة تسلط الضوء عليه بقروب موعد الاحتفال بعيد الاستقلال. هناك الآلاف، هناك عشرات الآلاف، إن راكمنا هذا العدد إذن درسوا بالزيتونة، وهؤلاء كان لهم دور هام في العاصمة، في المظاهرات، في المناشير، في توزيع المناشير، في كل ما كانت تقوم به الأحزاب الوطنية كان ينفذه ويطبقه هؤلاء الطلبة الزيتونيون. ورغم المجهود المبذول في مقاومة الاستعمار إلا أن الزيتونيين يروا أنفسهم تعرضوا لمظلمة كبيرة. الزيتونيون كانوا بين مجاهد وسابر، لم يرضوا بفرض الاستعمار على بلادنا، وقد كان لهم جهد في تسيير الدولة. الحقيقة الحكاية بدت من تقريبا 1920 أو ما قبلها بقليل، عندما بن ظفرين انتهكت حرمة الزيتونة، وتم في حقيقة معناها تطاول على الزيتونة بكل مكوناتها. والهضم، وأكبر هضم هو غلق الجامع الأعظم. المشاكل اللي تعرضوا لها أبناء الزيتونة يروا أنها سبب في الوضع الأمني والاجتماعي الحالي للبلاد. عليم الزيتوني الأصلي هو الحارس لعقيدتنا حتى لا نتشرذم ونتشذى ونتشتت ونتباعد، لأن مثل هذا التشذي والتشرذم والتباعد إنما هو خطر على أمننا الاجتماعي. لو لم نغلق جامع الزيتونة ما كان أبدا أن يقع لنا ما هو واقع اليوم، لأن الفكر أو الزيتونة تعلم الناس دينهم الحقيقي. القضية قضية سلطة تفرض، سلطة تفتح الأبواب لا تغلق الأبواب. كل أمة من الأمم إسلامية ونصرانية ويهودية عندها مجالاتها في الدراسات العليا الدينية، لماذا نحرم نحن؟ ورغم الاختلاف في صياغة التاريخ وتثمين أدوار المساهمين فيه، إلا أن عيد الاستقلال يبقى النقطة اللي توحد كل الأطراف حول الراية الوطنية.